شايفين جبت هنا برام، اي حاجة عندك انت حباها. وجبت هنا بسكوت، بسكوت اهلاوي اي نوع سادة ممكن تكوني عاملاه في البيت. ببدأ ان انا افتحه وببدأ ان انا افرفته كده، اي انواع بقى عندك في البيت متاحة، اي نوع بسكوت سادة انت بتحبيه. ببدأ ان انا احطه كده بالشكل ده في البرام كده واكسر فيه كده، ممكن تحطيه قطع صغيرة لو حابة يعني، كسره كده الكمية اللي انت عايزاها بقى. هنا بقى كسرت البسكوت بالشكل ده كده، عندي هنا واحد من التوينكز وواحد من الهوهوز، اي انواع انت حابة. ممكن تستغني عن الهوهوز وتحطي توينكز، بس تحطي اي انواع كيكة انت بتحبيها. اهو وادي الجاكيت التاني، ببدأ بقى ان انا اقطعهم كده اهو كده بالشكل ده. هنا ممكن تحطي 2 توينكز، تحطي هوهوز بس زي ما انت حابه. اقطع كده اهو بشكل عشوائي كده اي تقطيع، شايفين بالمنظر ده كده. بعد كده ببدأ ان انا ارصهم كده على الوش بتاع البسكوت اللي احنا عملناه اهو كده. زي ما انتوا شايفين رصيت بقى بالشكل الحلو ده. هبدأ دلوقتي ان انا اجيب لبن، لبن عادي خالص، حليب عادي من اللي احنا بنستخدمه، حطيت عليه شوية من السكر وببدأ ان انا اسقي بيه بالشكل ده كده، حوالي ربع كوباية كده، وتبدأي ان انت تسقي بيها الكمية بتاعتك. خطوة السقية دي بتفرق جدا. زي ما انتوا شايفين هنا سقيته بقى بالشكل ده. هنا عامله صوص كده سريع اقتصادي ما بياخدش وقت خالص، هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف لو حبيتوا تعملوه. بصوا القوام بتاعه مظبوط ازاي. ببدا ان انا احط بقى منه على الوش كده، طبعا ممكن تحطي كريم هنا لو عندك كريم جانتيه ممكن تحطيه على الوش، انت بقى ومزاجك. انا هغطي بالصوص ده كده على طول. بصوا بقى قوامه حلو قوي وهيعجبكم قوي، طعمه لذيذ جدا وسهل يعني اي حد يعمله. شايفين بقى المنظر، بغطي بقى كده اهو، شايفين اهو بالطريقة دي. بصوا شكله حلو ازاي اهو، تمام. زي ما انتوا شايفين عندي هنا بقى ده بسكوت لمبادة، وده اختياري يعني، انا قلت احطه على الوش، هكسر واحدة واحط واحدة. بصوا هو من جوه في 2، فانا حبيت ان انا اوريكم كل الخطوات اللي انا بعملها يعني. شايفين بقى المنظر اهو، هسيب واحده زي ما هي والتانية هكسرها وارشها على الوش، وبعد كده احط دي ديكور كده على الوش. ما انتوا شايفين كده ده بقى الشكل النهائي للحلوه بتاعتنا النهارده. مفيش بقى فرن، مفيش حاجه هنعملها فيها صعوبه، حاجه سهله خالص. انت ممكن كمان تقتصدي اكتر من كده وتعمليها بحاجات اقل من كده، حاجات على هواكي. والصوص اللي انا هسيبهولك ده في صندوق الوصف ممكن تستبدليه بدانت، مفيش اي مشاكل، ممكن بزبادي بالفراوله، يعني انت بقى ايه انت ومزاجك. ده كان فيديو النهارده، يا رب اكون قدرت افيدكم، واستنوني في فيديو جديد وحلقه جديده مع نينو.